لا شعب تونس الآن إلا وشباب تونس يستنهض نفسه الثورة جاية الانتفاضة قادمة باش يدك بها دكا أركان النظام القديم واللي توا فما وجوه وأحزاب جديدة تعبر عليها. الصفقة هذية اللي تمت الآن بين التجمعين والنهضة هي نفس الصفقة اللي تمت سنة 87 وسنة 89 وسنة 88 عندما أمضوا مع بعضهم في الميثاق الوطني، وعندما رشد الغنوشي قال ما ثقتنا بالله أولا وثقتنا بن علي ثانيا. هذا المشهد يعاد باش ما تلقاش انتكاسة للثورة. على الشعب أن ينتفض، على الشعب أن يهيئ نفسه، على الشباب، على الجهات الداخلية، على كل مناطق تونس أن تهيئ أنفسها تكون بالفعل في استفاقة وفي نهوض جماهيري وثوري عارم باش يكون بالفعل قادر على أن يدك كل بقايا النظام القديم بما فيه الوجوه الجديدة وأساس منها حركة النهضة المعبر الجديد الضامن الجديد لرجوع الاستبداد ورجوع منظومة الفساد والإفساد.